بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، أرحب بكم اليوم في المحاضرة المسجلة الأولى من الرياضيات لشبكات الحاسوب، وأتمنى لكم جميعا السلامة من هذا الوباء المنتشر محليا وعالميا. في المحاضرة السابقة تعرفنا على الخصائص الأساسية للاحتمالات البروبابيلتي وكيفية. أوكي، نستكمل الرولز للبروبابيلتي. في أنا قاعدة اسمها البايوز رول. البايوز رولز من أهم القواعد أو من أهم القوانين المستخدمة في نظرية الاحتمالات. ناجع انه لو كان في عندنا تو ايفنتس، الايفنت اف وايفنت اي، ايفنت اي هو هيجع وايفنت اف هيجع بعديه، اذا بشرط انه يكون الايفنت اف الايفنت اي هو واقع، يبقى اف كونديشنال اي. الاف مش هيجع، الايفنت اف مش هيجع او مش هيحصل الا بشرط وقوع او حدوث الحدث اي. طيب، ولنفترض ان دائما الافتراض انه الحدث اي هو المعروف والايفنت اف هو المش معروف، ومطلوب منا نجيب البروبابيلتي للايفنت اف في حال حدوث الايفنت اي. لكن لو اتصرفنا في حاله ثانيه انه الحدث اي هو مش معروف لكن الحدث اف هو الحدث المعروف، تمام، واللي الايفنت اي هو اللي وقع في الاول والايفنت اف ما لسه ما وقعش. اوكي، يبقى الايفنت اللي وقع هو الايفنت اي والايفنت اف بعده ما وقعش، تمام، وشرط وقوع الايفنت اي الايفنت اف هو حدوث الايفنت اي، تمام. وعايزين نجيب probability للايفنت اي كونديشنال ايفنت اف. اوكي، يبقى القاعده هتكون عندنا probability للايفنت، probability للايفنت اف كونديشنال الايفنت اي. الايفنت اي نون، الايفنت اي مش معروف، انون مش معروف، لكن الايفنت اف هو المعروف. هتكون القاعده حسب القاعده الكونديشنال probability الاولانيه، probability الايفنت اي اند الايفنت اف، probability للكونجنكشن الايفنت اف على probability للايفنت اي اللي هو المعروف. لو عملنا كروس برودكت ما بينهم هيكون probability للكونجنكشن اي اند اف بيساوي probability للاف كونديشنال probability اي في probability للايفنت اي. في على الناحية الأخرى، probability للإيفنت إي conditional probability للإيفنت إف، الإيفنت إي الإيفنت إي هيجع بعد الإيفنت إف هيكون بيساوي probability للجوينت probability للإيفنت إف and الإيفنت إي على probability للإيفنت إي. وعندنا قاعدة أساسية بتقول إنه joint probability associative، تبادلية، عملية تبادلية. يبقى بنقدر نقول ان probability للايفنت او joint probability للاي اند اف بتساوي joint probability للاف اند اي. عشان كده ممكن نقول اللي probability للconditional probability للايفنت اي conditional اف بيساوي conditional probability للاف conditional E. يبقى probability للاف conditional E في probability للاي على probability للاف. لاحظ انه المعيار او القانون اختلف شوية عن القانون الاساسي اللي موجود هنا، كويس، وهي بنسميها البايوز رول. اوكي، for example if a dangerous fire are area، لو كان في عنا الفاير او السموك الدخان اللي طالع من نار خطيره بنسبه 1%، but smoke is fairly common 10% due to barbecues. الحريق اللي طالع
من او الدخان اللي طالع من حفلات الشواء بنسبه 10%. طبعا هذه مش فايره اللي طالع من حفلات الدخان، هذه طبعا مش فايره، هذه سموك بتكون بنسبه 10%. وفي عندنا 90% اوف دينجرس فاير ميك سموك، 90% من الحراره الخطيره بتعمل سموك. يبقى عايزين نجيب الفاير البروبابيلتي للفاير كونديشنال سموك، لو كان في عندي سموك تمام قديش نسبه انه يكون في فاير. اوكي، هاي حتساوي البروبابيلتي للسموك كونديشنال فاير، انه لو كان في عندي سموك هل طلع من فاير ولا مش طلع من فاير. هو كان معطى عندنا بنسبه 1% اللي هو 1% على البروبابيلتي للفاير اللي هي بنسبه 9% اللي هو 90% من الدينجرس فاير بيعمل سموك. يبقى البروبابيلتي ان لما يكون في دينجرس فاير في سموك بنسبه 90%، هذا البروبابيلتي للفاير على البروبابيلتي للسموك اللي هو 10%، هاي بيساوي 0.09. وهذا الكلام بنوصفه البروبابيلتي للفاير كونديشنال سموك اللي هو بيساوي 10.9%. اوكي، another example. لو احنا بنخطط نعمل احلى، صحينا الصبح لقينا الجو كلاودي، لقينا غائم. 50% من الجو الغائم في الصباح بيكون معطر. تمطر بنسبة، لو لقينا لو صحينا الصبح لقينا الجو غائب نسبة 50% انها تمطر و 50% انها ما تمطرش. لكن بشكل عام لما يكون الصباح ماطر 40% من الايام اللي بيكون فيها كلاودي في الصباح بيكون ماطرة. بشكل عام الشهر هذا مش شهر مطر، في 3 ايام من 30 يوم بيكون مطر، يعني بنسبة 10% بيكون ماطر في الشهر اللي احنا فيه. What is the chance of rain during the day؟ ايش الفرصة انها تمطر خلال اليوم هذا؟ هلاقي probability ل rain 10%، probability ل rain 10%، لانه الجو دراي، الشهر هذا دراي مش ماطر، 3 ايام من 30 يوم بيكون فيه مطر. probability ل cloud لا رين، probability cloud conditional rain إذا كانت cloud وهي مطرت بيكون بنسبة 50%. probability للcloud إذا كان الصباح ماطر 40% من الصباح الماطر بيكون في إيه؟ بيكون في إيه؟ خلال الأيام هذه. يبقى عايزين نجيب البروبابيلتي للرين اذا كان الصباح كلاودي، اللي هو البروبابيلتي للكلاود على رين اللي هي 1% اللي هي 10% ضرب البروبابيلتي للرين اللي هي 50% على البروبابيلتي للكلاود اللي هي 0.4 او 40% بيساوي بوينت او 125 بالالف. اكزامبل الثالث، في مدرسة اكسون 60% من الاولاد بيلعبوا فوتبول و 36% بيلعبوا ايس هوكي. لو كان لو افترضنا انه 40% من الاولاد اللي بيلعبوا فوتبول كمان بيلعبوا ايس هوكي، اللي هو 40% من 60% بيلعبوا كمان ايس هوكي. وفي عندي what is the percent of these that play ice hockey also play football؟ ايش العكس؟ اللي هو عندي الفوتبول conditional هوكي اللي هو كان 40%، كم الهوكي conditional فوتبول؟ لو افترضنا انه الاي هو الناس اللي بتلعب فوتبول، الست اللي بتلعب فوتبول او المجموعه اللي بتلعب فوتبول، والبي هي المجموعه اللي بتلعب ايس هوكي، البروبابيلتي للاي اللي هي 60% البوينت 6، البروبابيلتي للبي الناس اللي بتلعب ايس هوكي اللي هي 36
بالمئة. probability للبي conditional A الناس اللي بتلعب ايس هوكي وبتلعب فوتبول given اللي هي 40%. عايزين probability للA conditional B اللي هي بتساوي probability للB conditional A في probability للA على probability للB اللي هي 0.4 في 0.6 على 0.36 0.24.